هبيع بيتي، هبيع الشقة عشان أطلع ابني من السجن، وهيترفض من وزارة التربية والتعليم. ليه الستات بتعمل في رجالتها كده؟ ليه؟ ده أنا جوزي قعد 16 سنة مشلول ما بيعرفش يتقلب شماله ومنه. كنت بخاف أقصر في صمتي، كنت بقول له أنت هتكون في الجنة وده أنا ما أمشي من جنب جنتك، بديني شوية تفاح وشوية حاجة يا سليم. ربنا يديك الصحة ويعوض عليكي. يا ابني عشنا على الحلو والمر، لو أقدر كنت أجيب لي جوزي عمره وأدفع فلوس الدنيا كلها، كنت خلي دفعت عشان جوزي يعيش لي. والله كنت ببص رجله كل يوم رجله عشان أقول له أنا يا أنا مش متأذية. أم أنا كنت بشيله وأنا لغاية دلوقتي كعيدة ما بقدرش أمشي يا ابني، ما بقدرش امشي. ربنا يديك الصحه. انا مش قادر، رمضان 21 انا اموال، انا مش قادر اقطع عليك بصوره. يعني انت كلامك عاجبني جدا، وكلامك نماذج احنا للاسف الشديد بنفتقدها النهارده في المجتمع. نموذج محترم لام، يعني ام وزوجه بتكافح ومربيه فاضله ومربيه اولادك. بس انت طرحتي سؤال مهم جدا، ليه الستات بقوا بيعملوا كده في الرجاله؟ ليه يا جماعه بعد 18 سنه؟ انا مش متخيل بعد ما اتجوز مراتي 18 سنه ممكن تسجنني. مش ده افضل شيخ يعني ليه دمعت؟ انت اول مره في حياتي اشوفك بتدمع كده. الى الله المشتكى. ليه الستات بيعملوا كده؟ يعني الظلم ظلمات يوم القيامه، حينما تصل الامور الى قول الله سبحانه وتعالى: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات. الله سبحانه وتعالى قال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الله سبحانه وتعالى يعني ماذا أقول لامرأة وصل بها الحد إلى أن تسجن زوجها وتدمر مستقبل أولادها؟ عارف يعني إيه أب مسجون؟ يعني أولادك دول يوم ما هيتوظفوا في وظيفة مش هيقبلوا عشان أبوهم مسجون بظلم من امرأة لا تعرف دين ولا تعرف رحمة. أنا أصدق هذه الأم وكلماتها أثرت في قلوبنا. لما الأم تبقى بهذا المشهد وبهذا يعني أين أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه أمة رسول الله، هذه أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يحدث فيها ذلك الظلم، ظلم بين. وماذا نقول يا رب؟ ماذا نقول لله سبحانه وتعالى؟ إلى الله المشتكى. هل نستطيع أن نقف أمام الله سبحانه وتعالى بهذه المظالم؟ نقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم نقول: نحن الذين ربيتنا طردت بالحجارة يا رسول الله، وطردت من الطائف، وعانيت ما عانيت من أجل أن يصل هذا الدين إلى هذه الأمة، ثم يخرج من هذه الأمة من يفعل ذلك؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة من اللحظات يا أستاذ أحمد وقف على النار، على مشارف النار، يقول: يا رب هؤلاء من أمتي أخرجهم من النار يا رب. قال: لا يا محمد، إنهم ليسوا من أمتك، إنك لا تدري ما بدلوا بعدك. هذه الزوجة الظالمة الآثمة خرجت عن كل الأعراف وكل الأحكام الشرعية حينما تفعل ذلك. اتق الله، ووالله الذي لا إله غيره ليذيقنك الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة ما أذقتيه لهذا الزوج. نسيت قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. اللي بينادوا المرأة إنها تسجن الزوج وإنها تخلع الزوج وإنها تدمر بيت الزوجية وإنها تتطلق وإنها تدمر بيتها، تعالوا شوفوا ده، عشان ده نتاج اللي انتوا قلتوه. والله هؤلاء يوم القيامة يأتون بكم أمام الله سبحانه وتعالى ويقولون: هؤلاء يا رب هم الذين دلونا على هذا الظلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يظلم الناس أو يجور عليهم، وإلى الله المشتكى.